متى يرجع العراق كما كان؟ يصعف الفم الحلم الجميل جميلة بجنة كانت هنا بعض من نفحاتها يعود بحلو أرضها. متى يرجع العراق؟ سؤال يرافقه تنهد طويل من الأسى على حاضر مسلوب ومستقبل مجهول. لكن الطبيعة صامدة في وجه الأيام الموحشة التي تغتال حياة العراقي من التنعم بجنة الله على الأرض. طبيعة تعلنها عالية أن الجمال مقرون بالعراق وليأبى الطامعون. بلاد الرافدين ما بين النهرين يعود ربيعها فتعيد لك جمال الطبيعة وكنز الأرض والماء والسماء. هنا العراق، وهذه ليست أوروبا، لم تكن أبدا صورة ملونة أو معدلة على أجهزة الحاسوب. ولك أن تشاهد الصورة وأن تزور أرض العراق فتعي جيدا أن الواقع أكثر سحرا وجمالا ودهشة. كردستان إلى البصرة ومن ميسان وحتى الأنبار، قطع فنية تخبئها الأرض. يتساءل المشاهد لها كيف لقلب إنسان أن يخدش جمال جنة تأبى إلا أن تظل أجمل أرض في الدنيا.